مريم العميرة واحدة من بين مئات المتقدمين تستعد لإجراء الاختبار الشخصي لتخصصها، خرجت من هذا المكتب وعلامات الرضا بادية عليها في مقابلات الإعلان الموحد للعمالة الوطنية بالعقود الحكومية في الشركات النفطية. بما أن تخصصي هندسة بترول، فأنا حابة أن أقدم بالشركات الخاصة عشان أستفيد من خبرتي بزيادة، أستفيد من الشيء اللي درسته بزيادة. وبما أن الكويت اعتمادها الأولي على النفط، فحبيت أن أنا أدرس هالشيء، وحبيت أن يعني أستفيد من اللي درسته بشيء تخصصي. صراحة الإعلان هذا كان حق القطاع الخاص، وأنا واحدة حابة أكون بالقطاع الخاص لأنه يطور أكثر باعتقادي، يعني نطول أكثر، وهم أنه في نقص، يعني الشركات هذه تحتاج كويتيين، مهندسين كويتيين. جواب للسؤال في مقابلات لمعرفة طموحات الشباب وفقا لتخصصات حملة الشهادات الجامعية والدبلوم، ودورة مدتها 9 أشهر للشهادات الثانوية لإلحاقهم بهكذا قطاع فيه رؤية للتكويت. عن طريق التكويت أنت تقدر تحافظ على وظيفتك، والكي أو سي تحفظ لك مكانك إذا فلست الشركة هذه ولا صار أي ظروف مع العقد، تقدر تروح حق شركة ثانية. أيضا تضمن لك معاشك وزيادة سنوية ثابتة. ممكن عن طريق التكويت تنتقل من شركة لشركة ثانية. ممكن تحين الشركة اللي أنت فيها قدمت مثلا كم سنة وتبي تروح شركة ثانية، ممكن تحول حق شركة ثانية داخل نظام التكويت. سواعد كويتية حرصت شركة نفط الكويت على احتضانها لتطوير المواهب الوطنية وتعزيز قدراتها. تم عمل الاختبارات الخاصة في اللغة الإنجليزية واختبارات التخصص ومن ثم المقابلات، وكانت على 3 مراحل. احنا اليوم في المرحلة الثالثة والمرحلة الأخيرة، وعدد الذين الآن لديهم المقابلات 1592 متقدم، تم فرزهم على 3 أيام، كل يوم 500 متقدم من المقابلات. حرصت شركة نفط الكويت على توظيف الكويتيين في نظام العقود بتوظيفهم وتدريبهم ومساواتهم تقريبا في نفس مساواة موظفين شركة نفط الكويت من ناحية الترقيات ومن ناحية التأمين الصحي والتدريب. يوم ثالث وأخير في مقابلات الإعلان للتوظيف في عقود المقاولات بالشركات النفطية ل 1592 مواطنا. 3000 كويتي وكويتية تقدموا لشغل الوظائف في شركات نفطية، وذلك دعما لبرنامج توظيف العمالة الوطنية في القطاع النفطي. أحمد المسعودي لتلفزيون المجلس.